مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان من تونس الخضراء ومن مدينه الحمامات، وتغطيه خاصه للبطوله الافريقيه لكره اليد رقم 39 المقامه من 16 اكتوبر وحتى يوم 29 او يوم 30 اكتوبر. بطوله قويه جدا طبعا لكل الفرق المشاركه، فرق كبيره مشاركه ما كانتش مشاركه في البطوله الماضيه التي اقيمت في المغرب، على راسها نادي الزمالك، نادي الترجي التونسي، الاهلي الليبي، الاتحاد الليبي. كان يمكن الفرق دي ما كانتش مشاركه في البطوله الماضيه والتي حصل عليها النادي الاهلي بلقب هذه البطوله. كانت بطوله رائعه جدا، كان الوصيف في نادي الحمامات التونسي، كانت مباراه النهائيه كانت بين الاهلي والحمامات التونسي، كانت مباراه رائعه جدا. وزي ما احنا عارفين كان الكابتن عاصم حماد المدير الفني الحالي لفريق النادي الاهلي متولي طبعا القياده الفنيه لفريق الحمامات التونسي. الامور كانت ماشيه بشكل رائع جدا في البطوله الماضيه، بنتمناها كمان تكون ماشيه بشكل طيب جدا في البطوله الحاليه، بطوله رقم 39 في تونس. زي ما قلنا طبعا عدد الفرق المشاركه عدد كبير مقارنه بالبطوله الماضيه، لكن كلنا ثقة في الكابتن عاصم حماد، كل اللاعبين ان شاء الله ان هي تعود من تونس بالكأس باذن الله. لكن لو بنطمن طبعا كل جمهور النادي الاهلي، كل طبعا الامور الخاصة بفريق النادي الاهلي وبعثة رجال كرة اليد بالنادي الاهلي، النادي الاهلي توجه اليوم في الساعة 8:30 صباحا في رحلة استغرقت اكثر من 5 ساعات، كمان كان في باص من مطار قرطاج حتى هنا مدينة الحمامات وفندق الاقامة اكثر من 1:30، مش هنقدر نقول رحلة شاقة شوية، لكن كان قرار من الكابتن عاصم حماد راحة اللاعبين. ما بقاش في تدريب النهارده تدريب كرة، يعني يكون في تدريب النهارده في الجيم في الساعه 7 مساء وحتى الساعه 8 مساء. قرار صائب زي ما احنا عارفين طبعا من الكابتن عاصم حماد، طبعا عارفين الاجهاد السفر ساعات طويله، فبيبقى في تفضيل ان هو يبقى في بعض التمرينات الخفيفه، وكان قرار جيد جدا ان يكون تدريب في الجيم الخاص بفندق الاقامه. اكيد هنكون مستمرين معاك وتغطيه خاصه هنا من تونس، وايضا كمان تغطيه خاصه للبطوله الافريقيه لكره اليد الرجال اللي بتمنى لها طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله ويعود منتصر ويحمل الكاس رقم 39 في دولاب بطولات النادي الاهلي.
معاكم تغطية خاصة هنا من مقر الإقامة النادي الأهلي، بعثة كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، وأكيد معانا في هذه اللحظات الكابتن محمد عادل مدرب العام لفريق النادي الأهلي. أعرف الاستعدادات مكثفة كابتن محمد طبعا الفترة اللي فاتت، بطولة مهمة، احنا حاملين اللقب بالنسبة للبطولة النسخة الماضية، لكن قول لي الانطباع الأول هنا بالنسبة لفندق الإقامة، الانطباع بشكل عام هنا، شايف اللعيبة إزاي والتركيز، وتنقل لنا تركيز مدى اللعيبة إزاي؟ والله يعني الحمد لله لغاية دلوقتي الأمور ماشية بشكل كويس. احنا النهاردة وصلنا دخلنا ريحنا شويه ونزلنا عملنا تمارين خفيفه كده لفك عضلات وشويه تقويات، وطبعا اللعيبه احنا قفلنا صفحه الدوري، خلصنا الدوري اول امبارح اخر مباراه لينا، وان شاء الله بنبتدي نركز عشان بطوله افريقيا. طبعا احنا الحمد لله حاملين اللقب، الحفاظ على البطوله بيبقى اصعب، محتاج مجهود اكبر، وان شاء الله نتمنى بس التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. لو بسألك عن الانطباع او الانطباع عن اللعيبه اللي موجوده، سواء محمود او عمر، يمكن هو لسه اول موسم ليهم بالنسبه لنا وبطوله جديده عليهم بالنسبه لبطوله افريقيا، هو شاركوا قبل كده في بطولات، لكن شايف الانسجام، شايف الفتره اللي جايه بالنسبه لهم معانا ازاي، ونقل لنا كمان مدى اصرارهم ان هم متواجدين في النادي الاهلي ازاي؟ لا طبعا محمود وعمر حجاج اضافه كبيره، والحمد لله هم يعني منسجمين بشكل كبير مع الفريق، وهم لعيبه دوليه، فمفيش مشكله ان شاء الله يخشوا مع الفريق واسرع وقت في البطوله، وهيبقى ليهم ان شاء الله دور مؤثر مع الفرقة، وهم طبعا يعني مصممين مع زمايلهم ان هم يحافظوا على بطولة افريقيا ويضيفوا بطولات لفريق النادي الاهلي. لو بكلمك كمان على البرنامج التدريبي، بكره عندنا فيه تدريبتين، بعد كده الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ كمان يعني خلاص البطوله اول يوم، عايزين برضو نتكلم على اول مباراه هتبقى امتى ومع مين، وكمان الكابتن عاصم حضر ليها فيديوهات، وانتم حضرتوا ليها فيديوهات ولا لا كابتن؟ احنا ان شاء الله بكره عندنا تمرين الصبح وبعد الظهر، وكله هيبقى في ملعب كره اليد، يعني مفيش حديد بكره. اول مباراه لينا مع الاهلي الليبي، المشكله في الدوري في ليبيا او النشاط في ليبيا موقوف بقاله حوالي 3 سنين، فكان صعب ان احنا نجيب اي فيديوهات لفريق ليبيا. ممكن هناخد حوالي مثلا ربع ساعه جوه المباراه، بحيث ان احنا نستكشف نقط القوه والضعف في فريق ليبيا، وان شاء الله احنا قادرين باذن الله ان احنا نتعامل مع المباراه باذن الله. لو بكلمك عليكم ككابتن عاصم، بتتكلموا مع اللعيبه ايه، مركزين على ايه؟ انا عارف ان اللعيبه كلها على قدر المسؤوليه، ولعيبه منتخب وطن ولعيبه كبيره، لكن قبل البطوله محتاجين طبعا المدرب العام والمدير الفني يبقى في كلام وحديث مع كل اللاعبين، بتتكلموا معاهم في ايه ومركزين معاهم فيها يا كابتن زول؟ والله احنا متكلمين معاهم انها طبعا البطوله دي هتبقى هنواجه صعوبات اكتر شويه من البطوله اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت بفضل ربنا سبحانه وتعالى كسبنا كل بطولات افريقيا، سواء بطوله الدوري او بطوله ابطال الكؤوس او بطوله السوبر، فده بيزود صعوبة المهمة علينا هنا في البطولة دي. اللعيبة كلها مقدرة الكلام ده هوت، وحاسين بأهمية البطولة، زائد ان احنا ان شاء الله احنا طرف بطولة السوبر اللي في شهر 4 دي مؤهلة لطرف السوبر التاني، يعني الفريق اللي هيلعبنا ان شاء الله في شهر 4، فده مزود صعوبة المهمة، لكن بإذن الله ربنا يكرمنا احنا هنعمل اللي علينا، وان شاء الله نتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. شكرا يا كريم، انتوا منورينا، وان شاء الله يكونوا شكو حلو علينا زي البطوله اللي فاتت باذن الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمد عادل المدرب العام لفريق النادي الاهلي، اكيد كلنا ثقه كبيره في الكابتن عاصم حماد، كل اللاعبين ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ويعود بالبطوله رقم 39 هنا من مدينه تونس. سعدنا في هذه اللحظات يكون معنا واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخبنا الوطني الكابتن محمد ابراهيم، برحب بيك طبعا في البدايه، وبطوله مختلفه على البطوله الماضيه، مشاركات فرق جديده، مشاركه نادي الزمالك مشارك، لكن عايز اكلمك الاول الانطباع اول يوم شايفه هنا في فندق الاقامه ايه، وشايف الاستعداد الفتره اللي فاتت ازاي؟ والله طبعا الحمد لله، وصلنا الحمد لله بالسلامه ودخلنا الاوض، الاوتيل معقول في الحد الادنى من المعيشه المطلوب، يعني سواء في الاوضه او في الاكل، يعني اوكي يعني بالنسبه لافريقيا واخدين على كده يعني. وبطوله في الاول وفي الاخر بطوله افريقيا، يعني نفس الفرقه اللي بتشارك كل مره، زاد عليها الزمالك البطوله دي، الزمالك البطوله اللي فاتت ما كانش موجود، لكن الزمالك دخل السنه دي، اتمنى التوفيق لكل الفرق الموجوده، والافضل ان شاء الله يكسب.
عايز الفت نظر، يمكن لعيبه نادي الزمالك في علاقه طيبه جدا، وسام وكل اللعيبه علاقه طيبه جدا، انتوا زمايل المنتخب، ودي يمكن ليها دلاله كبيره جدا، لان على ما اعتقد البطوله دي انتوا بتمثلوا مصر بعيدا عن ان انتوا اهلي وزمالك. شايف العلاقه القويه والمميزه دي تاثير عليكم انتوا ايه هنا كفرقه مع بعض، النادي الاهلي ونادي الزمالك؟ والله طبعا يعني العلاقه دي من زمان، يعني انت بتتكلم احنا في المنتخب ممكن بنقعد فترات اطول في المنتخب مع بعض بنقعد في النادي يعني. ففي الاول في الاخر هي رياضه، انت بتنزل الملعب 60 دقيقه، كل واحد بيبذل اقصى حاجه عنده، الافضل واللي ربنا كاتب له المكسب بيكسب، اللي مش مكتوب المكسب بيخسر. ففي الاول انت العلاقات الانسانيه ملهاش علاقه بالموضوع ده، بتعمل اللي عليك، وفي الاول في الاخر المكسب والخساره دي بتاعت ربنا يعني. ف لا طبعا كلنا اخوات وكلنا بنمثل بلد واحده هي مصر، ان شاء الله البطوله ما تخرجش بره مصر يعني، بس ان شاء الله الافضليه تبقى للاهلي يعني. اهميه البطوله دي انت شايفها ازاي؟ زي ما قلنا في اختلاف كبير عن البطوله الماضيه، المشاركات الكبيره دي للانديه هتخلي ليها طعم كبير، ولا النادي الاهلي حامل اللقب هيفضل لاخر دي ان شاء الله، يرجع ان شاء الله باللقب هنا من تونس؟ هي مش مختلفه ولا حاجه، بالعكس يعني. ما البطوله الاولانيه اللي كسبناها كان فيها الترجي وكان فيها الزمالك وكان فيها، مفيش اختلاف ولا حاجه. هي الفكره هي بطوله في الاول وفي الاخر فيها كل الفرق اللي بتشترك كل مره، ما بس هي الزمالك اللي كان بيخرج من البطوله بدري، مش قصه ان هو مش موجود، لكن في الاول وفي الاخر هي بطوله عاديه جدا، ما زيها زي اي بطوله. اتمنى ان شاء الله التوفيق من ربنا ان احنا نحققها عشان نحافظ على المكانه اللي احنا وصلنا لها، وربنا ان شاء الله معانا يعني. عايزك تنقل انطباع كابتن عاصم الجهاز الفني، انتوا كلاعيبه كبار سواء انت وعبد الوارث وكل اللعيبه، الكلام على ايه، الحديث على ايه، ومدى التركيز الفتره دي كمان بالنسبه للبطوله، لان اول ماتش عندكم يوم 20 ان شاء الله. والله احنا على بطوله افريقيا احنا لسه يعني ما كنتش فيه كلام خالص ولا تركيز عليها، احنا كان الفتره فاتت دي كل الكلام في الدوري، خصوصا ان احنا البدايه ما كانتش موفقه في الدوري، اتعادلنا ماتشين من اصل 7. النظام الدوري السنه دي مختلف شويه، فممكن يكون الدوافع اقل شويه في ان انت بتلعب، الاصابات كانت كتيره، انا لسه راجع من الاصابه، مصري راجع من الاصابه، احمد عبد الرحمن اتصاب شويه، يعني الدنيا لسه مش ظابطه شويه، احنا لسه في بدايه سيزون والكيرف لسه هيعلى ان شاء الله. فالنهارده لسه واصلين، هنبدا ان شاء الله ونخش في جو البطوله من بكره ان شاء الله، عندنا تمرين صبح بعد الظهر، نبدا بقى نسترجع التركيز بتاعنا تاني لبطوله افريقيا، عندنا ماتش ان شاء الله يوم الجمعه الصبح مع الفريق الليبي، نحاول نخش في المود بتاع البطوله ان شاء الله خلال التمرينات الجايه ان شاء الله. اخيرا كابتن محمد، لو في رساله بتوجهها لكل اللعيبه تقول لهم ايه قبل خلاص انطلاق البطوله الهامه دي اللي ان شاء الله بيتمنى لها كل التوفيق للنادي الاهلي ويعود باللقب هنا من تونس، لو في رساله بتوجهها لكل اللعيبه تقول لهم ايه؟ والله الكلام ما بيختلفش يعني، هي ان كل واحد بس يركز في دوره ويبذل اقصى حاجه عنده، في الاول وفي الاخر ربنا ده شيء مكتوب، لكن اللي في ايد الانسان او في ايد اي لاعب ان هو يبذل اقصى حاجه عنده، هو ده المطلوب، نبذل اقصى حاجه عندنا ونموت نفسنا جوه الملعب، وان شاء الله اللي بيعمل كده المكسب بيبقى بتاعه يعني ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمد ابراهيم، واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، وان شاء الله يعود النادي الاهلي هنا من تونس بالبطوله رقم 39 لكره اليد رجال للنادي الاهلي. كده تكون انتهت رسالتنا اليوم لليوم الاول هنا من تغطيتنا لكواليس البطوله الافريقيه لكره اليد رجال رقم 39، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه البطوله، زي ما احنا عارفين بطوله مهمه جدا، لكن النادي الاهلي حامل اللقب، وان شاء الله يكون حامل اللقب في هذه البطوله رقم 39.